اهتمام في هذا الدور، لان انا عاشق افريقيا يمكن من خلال لو انتم شفتوا طرحي بس كده هتفهموني ان انا حافظ المساله كويس ومؤمن بالدور الافريقي ودور مصر في افريقيا. عندنا اهتمام كبير بالقاره الافريقيه في المرحله الجايه. عايزين نتوسع في فكره ان يكون بالذات نشتغل على الخطوه الناعمه هناك مع الصحفيين والاعلاميين العاملين في الدول الافريقيه كافه. والحقيقه عندنا كان في اللي هي الاتحاد الصحفي الافارقه المقر هنا في القاهره بالمناسبه، محفوظ الانصاري الاستاذ محفوظ الانصاري هو رئيس هذا الاتحاد، اتكلمت معاه اكثر من مره في ان يبقى فيه، وكل الوفود اللي بتيجي لهذا الاتحاد انا ببقى حريص انها تيجي المؤسسه الاخرى ونبدا بنعمل علاقات معاهم. لكن طبعا الامور برضه للامانه محتاجه قدر من الدعم المادي، ولان ده مهم جدا. وانا شايف احنا ممكن لسه مع رئيس الوزراء بنتكلم في القصه دي، ان بنصرف على القوه الناعمه ده مش هيضر ولا عمل والله اطلاقا، لان في فهم خاطئ ان احنا لما نيجي ندعم الصحافه او نصرف على الاعلام خالص. هذا الكلام لا يقل اهميه ولا استراتيجيه عن اي صف اخر. احنا مش بنقول ان احنا لا، بنقول كل حاجه مهمه، بنصرف على الاكل، بنصرف على الشرب، بنصرف على السلاح، بنصرف على الاقتصاد، ده مهم جدا. لكن احنا بنحارب دلوقتي ايه؟ بنحارب الارهاب. الارهاب ده ايه؟ هو ازمه عقل وفرق بغض النظر عن اي حاجه، في الاخر هو ملخصه ازمه عقل. ازمه عقل ده لما يجي هذا العقل بيحتاج لما اصرف عشان اواجه ازمه العقل بالعقل. انا شايف ان ده استثمار موفق جدا جدا. وبالتالي احنا محتاجين دعم من الدوله في مسانده المؤسسات الصحفيه الحاليه والاعلاميه في حاجتين، في دورها داخل المجتمع ودورها خارج المجتمع. انت عارف يا طارق، انا كان عندي طبعا سمعت طبعا